السلام عليكم، مرحبا بكم في قناه اماني ديليس. كنتمنى الفيديو ديالي يلقاكم في احسن حال وبصحه جيده. اليوم غنبارطاجي معكم وصفه هذا الكيك اليومي سريع التحضير واللي تقدروا تنسموه باش ما بغيتوا. اليوم غنديروا بالتفاح والكاكاو. ندوزوا للمقادير. بالنسبه للمقادير فغادي نبداو. غادي نحتاجوا جوج بيضات، 7 المعالق د السكر الا كتعجبكم الحلاوه، سينو انا كندير غير 5 د المعالق دانون طبيعي، حك واحد ديال دانون طبيعي، 7 المعالق ديال الحليب بحراره المطبخ، 7 المعالق عامرين ديال الطحين فيهم 11 غرام ديال الزا، خميره الزا، 7 المعالق ديال الزيت، 7 المعالق ديال الماء. وكاضافه فانا بغيت هذه فريمون اختياريه، بغيت نزيدو. انا اغلبيه د الاوقات ما كنديرهاش، ولكن كان عندي سمه التفاح فقطعت تفاحه واحده صغيره، مربعات صغيره، غادي نزيدها في الكيكه ديالي. صافي، هادو هما المقادير اللي غنحتاجو. غادي نشوف، ما عرفتش واش في التالي غادي نسمها ندخل فيها شويه ديال الكاكاو ولا ما نديرش. المهم هذه هي المقادير ديال الكيكه. دابا غادي نبداو التحضير. كناخذوا البيض والسكر، غادي نخلطوهم كمرحله اولى. انا غادي نخلط بالخلاط الكهربائي، ولكن تقدروا تخلطوا غير بالخلاط اليدوي. خلطت البيض والسكر حتى تجانسوا، غادي نزيد الزيت، والياوخت، غادي نخلط تخليطه خفيفه غير باش يتجانسوا. من بعد الحليب والماء، دابا غادي نزيد الطحين مخلط مع الزا. نحصلوا على خليط متجانس بحال هكذا. دابا غادي ندوزو. خديت مول فرشتو بورق الطبخ، الا ما عندكمش ورق الطبخ ماشي مشكل، دهنوا غير بالزبده واللي ورشوا بالطحين. غادي ندير التفاح ديالي مقطع، غادي نديرو كاع في القاع ديال المول. راه ملي غادي يطيب ما غاديش يجي لتحت كاع، غادي يجي في الوسط حيت كيطلع في لاباري ديال الكيك. غادي نجي غادي نكب الخليط ديال الكيك ديالي، ولكن ما نكبوش كامل، غادي نخلي واحد شويه، واحد 4 د المعالق ولا 5 د المعالق كبار. المهم كنخلي واحد شويه بحال هكذا، كنزيدو فيها معلقه ديال الكاكاو. ما بغيتوش ديروا هذه المرحله، راها فريمون اختياريه. غادي نزيد معلقه الكاكاو ونخلطها. الا فاجتو الكاكاو ولات لكم عقده بزاف بحال هكذا، غادي نزيدو غير شويه الحليب، جوج معالق الحليب. غادي نكبو بحال هكا عشوائيا ولا المهم اللي عجبكم. انا غادي نديرو هكا كخطوط، على الكيكة من بعد بسباتولا نيت غادي ندير بحال هكذا. غير هما راه دو توت فاسون ملي كطيب الكيكة راه كتخلط الراس، لحقاش هذاك
لاباري اللي فيه الكاكاو كيهبط شويه. صافي غادي ندخلها فرن سخون على درجه حراره 170 مده 35 دقيقه بحال هكذاك. فاش كنخرجوها في الفران كنخليوها تبرد شويه، من بعد غادي ندخلوها الثلاجه باش تبرد مزيان. الكيكه ديالي من بعد ما بردات عندي في الثلاجه مزيان كنخرجها. واحد الملاحظه، انا الكيكه العاديه ديال كل نهار كنديرها بحال هكا، ما كنديرهاش عاليه بزاف حيت على حساب ولادي باش ياكلوها كتجيهم سهله في الماكله. الا بغيتوها تجيكم عاليه فغادي ديروا مول صغير، هذاك مثلا المول المستطيل الصغير هذاك غادي تجيكم فيه عاليه مزيان. المهم انا هذه هذا النهار غادي ندير عليها، غادي نزيد عليها غير لا كريم. غناخذ دانيت شوكولا ولا فاني ولا كراميل، المهم اللي بغيتو نتوما. انا خديت شوكولا غادي نديرها الفوق. الا بغيتو التزيين سريع بحال هكا بحالي ولا عجزتو ولا المهم غير بحال هكذا دغيا دغيا، يعني بغيتو تزينوها بشي حاجه الفوق مزيان. ما بغيتوش انا غادي نزين غير النص حيتاش الدراري ما كيعجبهمش شي حاجه تكون الفوق، دونك غادي نزين غير الاطراف وهما نخلي لهم الوسط. نقطع لكم مورسو باش تشوفوا كي كتجي لداخل، كتجي زوينه كتجي خفيفه وكتجي زوينه سورتو فاش كديروا فيها بحال هكا بحال اليوم انا درت فيها التفاح، فكتجي زوينه فهمتوما. كتجي فيها الفاني والشوكولا مخلطين وهذوك لي مورسو ديال التفاح. فوالا